صفر 8 فيفري 58 ومقامه أزف إليكم موسد بتبازا وعضو المجلس العلمي الساعة هذا في عمر الجمهورية الخامسة لم يغيب يوما ولم يتغيب يوما نلتقي اليوم ونتشرف بحضوركم معنا في هذه المناسبة التاريخية المفعمة بعبير الذكريات لنستحضر الذكرى 66 للعمليات الفدائية التي استبسل فيها المجاهدون في فرنسا في 25 أوت 1958. إن هذه المناسبة تذكرنا بعبقرية قادة الثورة التحريرية الذين تمكنوا من نقل معركة التحرير من داخل الوطن إلى أرض الاستعمار في طفرة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، كما تذكرنا بالكفاح النوعي الذي خاضه المهاجرون الجزائريون في 25 أوت. أكثر من 250 عملية ضربت فرنسا من غوان لمارسي، من تولون لدنكيرك. كل طرب الفرنسي شعل في شهر كامل من 25 أوت حتى من 25 أوت حتى فين سبتمبر، وهي فرنسا مستهدفة من طرف مناضلين تاع فيدرالية فرنسا اللي جبت. Ceci a permis à ce que la France maintienne obligatoirement plus de 200 000 soldats qui devaient rentrer en Algérie brûlés par le napalm, torturés et tués ont été maintenus en France pour protéger les infrastructures stratégiques de la France.